الناس دايما كانت بتسالنا كمجلس اداره، انتوا هتروحوا الفيفا ولا مش هتروحوا؟ واحنا اصلا بنحضر الملف الملف كله وكله ساكت. هتعرفوا في متحدث رسمي هيقول، مستشار مرتضى منصور هيطلع يقول اللي احنا القرار هناخده، بان يعني احنا مش هنودي ولا هنودي. طب قولوا لنا يا جماعه، طب لغايه ما جه النهارده بقى قرار تاريخي. خلينا نروح بقى لجلسه المستشار مرتضى منصور مع الجهاز الفني ومجلس إدارة مع بعض، ودي حصري لبرنامج زملكاوي وقناة الزمالك. يمكن أنا النهاردة احنا طبعا مؤتمر هنقول فيه كلام مهم جدا، لكن عايز أبلغ للجهاز إن كل ما ينشر إن حسام حسن الأخ اللي كان بيدرب الأهلي اسمه إيه اللي كان الجن الأول إيجو النهارده قال في جورنان الفرصه الاخيره للمدير الفني المحترم دون، كل اللي بيتقال ده كذب. تاني، كل اللي بيتقال ده كذب، مش كذب بس، كذب وقله ادب بيهدموا الفريق. وده هيتقال في المؤتمر دلوقتي، انا بس حبيت الاول في القعده اللي بينا كده كمجلس اداره. هو ده، انا لو قلت انا بقى هو ليه بيلعب بالطريقه دي، تاني يوم بتشتم كل اللي بتاع. تاني يوم ازاي تتدخل؟ لكن 50 مليون واحد بيتدخل يلعب كده. وبعدين لن يسمح بلاعب يتشتم في نادي الزمالك من الجمهور، لن يسمح. رؤى كويس رؤى وحش مش مشكلتك، الرؤية للمدير الفني. تاني، رؤية للمدير الفني. اتنين، وبلغ كابتن جمال عبد الحميد لانه في اللجنه الفنيه. اللجنه الفنيه جايه تساعد مش جايه تهدم. تاني، بقرا حاجات منسوبه اللجنه الفنيه انه قعدوا مع الراجل ما حصلش. وقال له الراجل ما حصلش. مع احترامي اللجنه الفنيه كلهم قامات، وهنقول كاملة في المؤتمر دلوقتي. احترامنا ليها. اللجنه الفنيه دورها خلاص لما هنبتدي نجيب لعيبه بنعرض عليهم. عندي ثلاث لعيبه باك يمين، فبيقول له الراجل ده المحترم والله احسن واحد في الثلاثه دول فلان، هو يشوفه اقتنع اقتنع ما اقتنعش خلاص. لكن في حاله من الفوضى، كل واحد معاه ماسك موبايل وقاعد في البيت تحت السلم، يروح يضرب له كلمتين اخر حاجه هو حسام حسن. وبعدين مشكله حسام حسن يجي ابراهيم حسن، عشان ابراهيم حسن لو جه يبقى امير، يبقى اي كلام في اي كلام. ده هنقوله علنا دلوقتي، بس انا حبيت اطمنه بيننا وبينه. دي بقى جلسه مجلس اداره للتاريخ. ايه يا عم خالد؟ للتاريخ. محدش بيمشي مجلس الاداره يعمل ايه وما يعملش ايه. لما بيطلع احنا على الفيفا بنطلع عشان عارفين متاكدين ان الزمالك صاحب حق. مش يقول لك دول شويه جبانات دول خافوا، خلاص انا خلصت الفيفا، اللي موافق يقول لي انا موافق على الفيفا. يبقى المجلس بالاجماع خلاص. انا ما رضيتش ابعت الورق للمحامي اللي بتقول لي اوكي، اقول له دلوقتي حالا هو الورق قصدي هناك هيدخله على السيستم بتاع الفيفا، خلاص احنا كده خدنا حقنا ومعانا صوره من المذكره واحنا قاعدين مع بعض كده هوريها لكم، عشان ممنوع انها تتنشر بتعليمات من الفيفا. تمام، كلنا موافقين اهو، حد معترض؟ تمام خلاص، هو ده نادي الزمالك وده مجلس الاداره. عشان الوقع والفي وخايف انا هفني ايه؟ هيحصل فينا ايه؟ ده احنا كلنا متطوعين. يا رب يمشونا كلنا. فالحمد لله خدت موافقتكم كلكم بالاجماع. تمام؟ نروح بقى، يلا اتفضل.